السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم من الوحدة 16، التيار الكهربائي، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ وطبق، ومفتاح النجاح في إيدك بعون الله. جيب الدفتر اللي كاتب فيه المعادلات الخاصة بالوحدة 16 واللي بدك تحل فيه المسائل مشان تراجع منه أثناء الامتحانات. مجففات الملابس، عند توصيل مجفف ملابس بقوة 4200 واط، هذه قدرة، حتى لو ذكر لك بقوة هو بقدرة. ممكن كلمة القوة هون المقصود بها بقدرة، يعني قدرته كذا. بيو تساوي 4200 واط بدائرة كهربائية 220 فولت، إذا جهد البطارية 220 فولت. ما شدة التيار الكهربائي الذي يسحبه مجفف الملابس؟ أيضا قانون تعويض جواب. استخدم المعادلة بيو تساوي I في دلتا V، لكن بي موجودة، دلتا بي موجودة، المطلوب اي. منقسم الطرفين على دلتا بي، بصير عندك اي وتساوي بي على دلتا بي. بتعود بي عبارة عن 4200 واط، ودلتا بي عبارة عن 220 فولت، ويساوي 19.1 امبير. وفي رعاية الله.